الخير أيها السادة المشاهدون، مرحبا بكم في حلقة جديدة من نادي الصحافة. أيها السادة، في زمن الثورة المعلوماتية وانتشار المدونات، التبست المفاهيم والمصطلحات واختلط حابل الصحفي بنابل المدون، فما الحد الفاصل يا ترى بين المدون والصحفي؟ وهل انهارت سلطة الصحافة في عالم التدوين؟ وما هي حقوق القارئ على كل منهما؟ أسئلة من بين أخرى أطرحها على ضيوفي في هذه الحلقة. السادة محمد سالم ملداه، مدير المركز العربي الإفريقي للإعلام، وهو كاتب صحفي أيضا. أستضيف كذلك الزميل الكاتب الصحفي قريني ولمينوه، رئيس تحرير موقع قبس. كما أستضيف كذلك الأستاذ الإعلامي شيخنا ولناتي، وهو رئيس تحرير موقع الساحة. مرحبا بكم ضيوفنا الكريم. إذا أستاذ محمد سالم ولداه، إذا نتحدث عن الصحافة والتدوين، هل نتحدث عن نفس المسمى يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أشكر برنامج نادي الصحافة على استضافته لنا في هذه الأمسية. وقبل هذا وذاك، لا يسعني إلا أن أعزي الشعب الموريتاني وأسرة الفقيد محمد العبدي الكاتب والأديب والمثقف الموريتاني، الذي ساهم إسهاما كبيرا في نشر الثقافة الموريتانية على مستوى المشرق والخليج، كما كانت له إسهاماته يعني على مستوى الساحة الوطنية. يعني لها فرصة نغتنمها لتجديد تعزيتي له وللأسرة ولكافة الشعب الموريتاني. رحمة الله عليه، وعزاؤنا لأسرتي العائلة وللأسرة الثقافية بشكل عام. كما تعلمون، الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والتحقيق من مصدرها، إضافة إلى من أجل تقديمها إلى الجمهور المتلقي. وأيضا سواء كانت هذه الأخبار سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى ترفيهية. وطبعا والصحفي أيضا، من أجل أن نعرف، ونحن نتحدث عن الصحافة لابد أن نعرف من هو الصحفي. طبعا الصحفي في بعض من تعاريفه وهي كثيرة ومتعددة، على الأقل ما يمكن أن نسرده من تعريف له هنا، أنه هو ذلك الذي يطرح أسئلة من أجل أن يجد أجوبة شافية عليها، أو هو من يحرض من أجل البحث عن الإجابة المقنعة. وطبعا للصحفي أسئلة خمسة معروفة لدينا جميعا: ماذا ومتى وكيف ولماذا، يعني معروف، وكيف ولماذا. وهناك قواعد يعني شوهرية يعتمد عليها الصحفي وهو يمارس مهنته. ولعل من أيضا لعله من المطلوب منه أن يتحلى ببعض أيضا من المسلكيات، لعل أهمها أن يكون مستقلا وأن يكون شفافا ونزيها، وكذلك أن يكون صادقا وأن يكون موضوعيا. هذا بشكل عام إذا ما أردنا أن نتحدث عن الصحافة بمفهومها التقليدي المتعارف عليه عبر خبراء الإعلام وعبر أساتذة الإعلام. طرأ جديد، وهو ما أصبح يطلق عليه صحافة المواطنة أو صحافة الشبكات التواصل الاجتماعي. طبعا هذا نمط آخر من التعاطي الإعلامي الذي بطله هو المواطن نفسه، الذي يعني يخبر ويحلل ويوزع، طبعا انطلاقا من فهمه وانطلاقا من، وبالتالي أصبحت هذه الشبكة الاجتماعية وشبكات التواصل الاجتماعي أو المعروفة بالمدونات والمدونين هي الآخر، أصبحت نمطا جديدا دخل على ساحتنا الإعلامية. وطبعا لحد الساعة لم تعرف ضوابطه ولا قواعده، ولكنه رغم هذا وذاك أصبح مسيطرا على عقلية المتلقي. جيد، سنعود إليكم أستاذ محمد سالم المدخن. إذن أبدأ معك زميلي قريني من حيث انتهى الأستاذ محمد سالم. يعني ظهرت هذه الشبكات وأصبح يحسب لها حسابها يعني ولها جمهورها، أين الصحافة اليوم؟ أين موقعها أمام هذه الشبكات الاجتماعية؟ سؤال جيد زميلي. الصحافة التقليدية، الصحافة بالمفهوم التقليدي، بدأت تفقد
كثيرا من خصوصيتها أو ألقها بالماضي، بمعنى أن المدون أصبح هو أول من يصل الخبر أو أول من يوخز القارئ أو المتتبع للشأن العام، بمعنى أن الصحفي التقليدي الذي يجلس على مكتبه بدأ يزاحم من قبل شخص يمتلك أدوات أكثر تطور بالمقارنة مع الأدوات التقليدية، وأصبح يملك سلطة أكثر نعومة وأكثر جذبا للقارئ في عالم السماوات المفتوحة، عالم السبراني، العالم الذي يعتمد على الأسرع وعلى الأكثر إدهاشا والأكثر نفاذا إلى عقول وعيون المتتبعين. بمعنى أن الصحفي التقليدي أصبح مهددا من قبل شخص آخر نسميه المدون، نسميه الصحفي المواطن. والأحداث الأخيرة في العقد الأخير تثبت ما يطرح بإلحاح، بمعنى أن جميع الأحداث التي مرت في المنطقة العربية لنقل كانت هناك مشاهد سجلت بعدسات هواة وبعدسات مواطنين بسطاء كانوا في المشهد وكانوا أكثر حضورا من الصحفي التقليدي الذي يكتب أو يسجل أو يعد تقريرا ميدانيا في الوقت الذي تكون فيه الصورة والخبر قد وصل إلى آلاف القراء وآلاف المتابعين. شكرا جزيلا أستاذ شيخنا. يعني هل فعلا تراجع دور الصحفي أمام المدون؟ شكرا. أنا بدوري أشكر التلفزيون الموريتاني، القناة الموريتانية، شكرا جزيلا على استضافة لهذا طاقم صحفي ينير المشاهد على حقيقة الصحافة والمدون. قبل أن أتحدث الموضوع أنا بدوري نعزي الشعب الموريتاني فقيد الكلمة والسفير الثقافة الدكتور محمد العبدي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الصحافة هي عبارة عن شخص يمتلك هوية زائد خبرة لا تقل على الأقل عن سنتين من الممارسة داخل المؤسسة الإعلامية اللي هو فيها، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية. يشترط أن تكون صحفيا أن تعمل سنتين تمارس على الأقل. قلت على الأقل. قلت على الأقل، هذا ياك يعود ضمن الشروط. نقول لك هناك طبرة الناس تقول كل خلطة ما هم صحافة ولا ما هم صحافة. المؤسسات المتخصصة في الإعلام والجامعات المتخصصة في الإعلام اللي تقري في الصحافة، لا الصحافة النظرية، أما الصحافة التطبيقية ذاك الممارس الميداني في الصحافة الورقية ولا الصحافة الإلكترونية ولا الصحافة المقروءة والمسموعة، المرئية والمسموعة، هذا هو اللي قاله الصحافي. إني نعود يمتلك أولا هواية، لأن حد لا يمتلك شهادة يعلنه قرأ جامعة متخصصة في الإعلام يمتلك أعلى شهادة فيها، ولكن هو من نفسه لا يرغب في هذه المهنة لن يكون صحابيا إطلاقا. إذن لا بد من أن يكون صحابي هو من نفسه يمتلك هواية، إن يمتلك هواية ويزيدها بخبرات ذاك عاد صحفي وعاد قد يتلقى أو يصل للمشاهد الخبر اللي يقدر يوصل له بصورة عد على الأقل مقبولة. التدوين ظهر بعد الثورة الإعلامية الواسعة وظهور شبكات التواصل، عاد كي قال زميلي عاد أسرع وصوله للقارئ ولا المشاهد من الآخرين. شريط فيديو يمر واحد من الشارع فقط يصور فيديو ينشر ذاك الوقت أسرع من الوقت، بينما الصحفي ما فات قاع مثلا قد يحرره مازال يتحرر تحريره مازال يتحرر كذا، وهو لا يعني في تحريره ولا يعني في كان الكلمات اللي يكتب كانت خاطئة أو جيدة، المهم أن ينقل الخبر بسرعة ويصل وقد يعد عنوانه خاسر، وبالتالي المهم عنده أن يصل بأسرع وقت. هذه اللي اطفات على الصحافة، هذا المدون أكثر سرعة من الصحفي. لكن الصحافة عندي لأنها أنواع، هناك صحافة سياسية اختلف قليلا مع عميد الصحافة الأمامي، أعتبره عميد الصحافة اللي هو محمد سالم الدار،
بأن الصحابي لابد أن يكون مستقلا، لا، هناك صحافة سياسية متخصصة في المجال، معناها موالية، بالضبط موالية، تتكلم ناطقة باسم الموالاة. هناك صحافة معارضة، وهناك صحافة أخرى مستقلة ليست مع الموالاة وليست مع معارضة. هناك صحافة مهتمة بالتربية، تهتم لا بالتربية فقط، لا بالمجال التربوي، متخصصة فيه. والفرق بينها هي والمدرس شنو؟ ان المدرس يعني هذه الصحافه المتخصصه، الصحافه المتخصصه هذا معنى اللي نوصل لك رساله، على الصحافه المتخصصه لان هي نفسها ما تمنعها من نقول انها صحافه. يعني الصحافي اللي عاد مثلا في زر اللي عاد لا تخندق تخندق سياسي سواء كان موالي او معارض، يعني نسميه سياسي والله يخلوه يتم صحافه، هذا صحفي ولكن ناطق باسم جهه معين، وبالتالي هو صحفي. ما نقدر نعود بعد ما يمتلك القدرات اللي قلنا الاولي، معناها عنده فترة سنتين مثلا، وهو من نفسه هو المجال، على الاقل ما نقدر نضفر نقولوا انت لا مالك صحافي لانك شفناك في الجانب. يقال الخطير والمؤسف ان الصحافي الموالي يحاول ان يخدع جمهوره بعد انه ما هو موالي بكتاباته، معناها يحاول يوخر مقال مثلا يستدرج فيه المشاهد والله واضح من القارئ، هو موالي ويحاول ان يخدع القارئ بان انه ما هو موالي، اكبر خطير. الخطير ان الصحابي يلا نتعود موالي، وضح خلال كتاباتك انك شخص موالي، لانك انك صحفي موالي فقط، ناطق بشيء معين. اذا شكرا جزيلا. الاستاذ محمد سالم، طرقت في مداخلتكم الاولى لتعريف الصحفي مواصفاته، يعني لكن شنو هو الحد الفاصل بين الصحفي والمدون؟ أدام كلهم ينشر أخبار مرة رأي. على كل حال المدون الذي تطور لاحقا ليتسمى صحفي، لا ليس كل مدون صحفي طبعا. الصحافة بمفهومها المتعارف عليه على كل حال معروفة لدينا جميعا. هذا الجديد أو هذا المستشد الجديد الذي أصبح يطلق عليه يعني بشكل واسع بصحافة المواطنة، هو نوع من المشاركة ونوع من مشاركة المواطن في صناعة، أحيانا في صناعة الحدث، وأحيانا أيضا في 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 المشاركة في صناعة هذا الحدث. زين، هذا شوي جزئية تسمحوا لي قوس من درك أن دور الصحفي هو صناعة الحدث، والله المساهمة في صناعة الحدث، أم دوره فقط تغطية الحدث؟ الصحفي المهني المحترف دوره هو تغطية الخبر. هناك صحافة الرأي معروفة، وهناك طبعا كما قال الزميل هناك صحافة متخصصة في مجالات متعددة، ولكن الصحفي مهمته لا هي عملية الإخبار، وبالتالي طبعا أساليب هذه العملية وطرقها وأدواتها معروفة لدى المهنيين الممارسين لمهنة الصحافة. ولكن طبعا اليوم بما أن اليوم نعيش عصر التقانة وعصر انفجار يعني التكنولوجيات الحديثة، ظهرت وسائل إعلامية حديثة، ولكن يقول الخبراء أنه لا يمكن أو ليس من الممكن أن يلغي أي وسيط إعلامي وسيطا إعلاميا قبله. فمثلا نحن أول ما ظهرت الصحافة كانت الصحافة المكتوبة عندما ظهرت تشرت الطباعة، وبالتالي لم تستطع الوسائط التي تلت الصحافة الورقية أن تلغي الصحافة الورقية، يعني الإذاعة لم تستطع أن تلغي الشرائط الصحف، كما أن التلفزيون المغري بصوره وبإمتاعه لم يستطع أن يلغي بشكل أو بآخر يعني الإذاعة. وبالتالي ويقول الإعلاميون أو الخبراء الإعلاميون أن الصحافة تدورها بشكل وصناعة التباين، تباين يعني في المواقف والتباين في الآراء. ولكن طبعا هذا المستجد الجديد الذي تقدمه الشبكات التواصل الاجتماعي طبعا بفعل كما قال الزميل عملية التطور التقانة، وبفعل أن بإمكان أي إنسان أن تكون له أن تكون معه يعني حاسوب، يكون معه حاسوبه أو حتى ذكي يعني حتى هاتفه، يمكن خلال يعني يمتلك أدوات تحوله بشكل أو بآخر إلى صحفي غير متمرس. وبالتالي يبدو أن هناك دعاية كبيرة من أجل أن تساهم في إلغاء عملية يعني الممارسة التقليدية لمهنة الصحافة، وبالتالي أن يكون تحاول أن يكون المدون صحفيا. ولكن حسب تجربتي وحسب متابعتي لا يمكن لأي حال من الأحوال أن يكون مدونا، أن يكون الصحفي مدونا، ولكن يمكن أن يكون مشاركا يعني انطلاقا من فهمه وانطلاقا من فكره وانطلاقا من رأيه وحتى انطلاقا من موقفه.
وبالتالي يجب أن يكون هناك فرق، وهناك فرق ما بين الصحفي المهني وما بين ما أصبح يدعى بصحافة المواطنة التي تمثله شبكات التواصل الاجتماعي. يعني أستاذ قريني، من درى هو الصحفي كما قال الأستاذ هو من يطرح أسئلة ويبحث لها عن إجابة، يعني مهمة الصحافة من المفروض عنها أصلا مقيدة بضوابط مهنية. اليوم في ظل التدوين من درى كان مثلا أصبحت تلك الضوابط التي كانت تقيد المهنة أنها أصبحت متجاوزة بالضرورة. شيء سؤال جيد. الضوابط لا يمكن أن تنسب لحظة واحدة، بمعنى أن إذا كانت ضوابط الصحف العادية هي التحري والمصداقية والمهنية وكل الضوابط التي يضعها الصحفي على نفسه في هذه الحالة، إلا أن المدون أكثر تحررا. لماذا أكثر تحررا؟ لأنه لا يتبع لمؤسسة، ولأنه لا يخضع لرقابة ذاتية تراكمت بفعل عمله الإعلامي أو الصحفي. إلا أن الضوابط الأخلاقية هي التي يجب أن تتحكم في هذه الحالة، بمعنى أن نشر الصور صادمة للرأي العام هذا محرم، محرم بفعل الأخلاقي والديني وجميع الضوابط التي تحكم المجتمع البشري. إلا أن من مزايا التدوين أن المدون أكثر قدرة على الخروج على التابوهات التي تتحكم شيئا ما في عمل الصحف التقليدي، بمعنى أنه يمكن أن يناقش في أي تدوينة، أو يمكن أن يبعث برسالة بأي صورة ينشرها في الوقت الذي تنتفي هذه الصفة عن الصحفي العادي. فالصحفي العادي دائما فهو مطالب باتباع السياسة التحريرية للمؤسسة التي يعمل لديها، وهو مطالب بالتقيد بالضوابط التي تحكم هذا العمل في المجتمع الذي يعمل به. يمكن القول أن المدون شخص يعمل في دائرة أكثر رحابة من الصحفي التقليدي. يعني الأستاذ شيخنا، هل ترون فعلا انطلاقا ما قال الأستاذ قرين أن المدون ليس مقيدا يعني بتلك القيود التي تقيد الصحفية أحيانا؟ نعم، أنا وافق زميلي قريني أن المدون، لأنه عادة يعني قديس يكتب اسم ما هو اسمه الحقيقي، يكتب صورة ما هي صورته، وحتى يصعب متابعته لأنه ما عليه رقابة ذاتية، وقد مثلا ينشر أي شيء ما هو صالح قاع المؤسسة اللي الله اللي موجه له الرسالة. وأين المصداقية من المصداقية؟ لا، ما يلوذ لها. هو المدون يبحث عن أحدث خبر فقط، لا قضية مصداقيته ذاك مخليه للقارئ. فهم أحدين قد يعودوا يبحثون عن ما ينشر هو، وهم آخرين يعارضون ما ينشر. أنا إما ما موافقهم شرعا، والله ما هم موافقون قانونيا، والله لا يموتوا لا يصل إليهم. الصحفي، كل صحفي عندي مدون، كل صحفي حد ذاته مدون، والعكس غير صحيح. أنا ما كل مدون صحفي. عندنا مشاكل في قضية الخبر، يعني بعض الصحفيين يخلط بين الحكم والخبر. يقول مثلا كخبر الشرطة تقبض على الجنات، الجاني هذا حكم قضائي تقولوا جهة أخرى، يلا يقول الشرطة مثلا تقبض على المتهمين بالجريمة الفلانية، يعني يقول الشرطة تقبض على الجنات معناها أنه حكم على الخلطة، ما تلاقوا قايسين العدالة قاع الشيء أنهم الخلطة مباشرة عرف أنهم جنات في أول وهلة جبار خبر. معناها الصحفي ياك يعود موضوعي، يا الله يتقى الله المشاهد ولا القارئ ولا المستمع ذاك اللي ينشر. أنا يتفق المشاهد ولا المستمع من خلال خبره اللي كتب، بينما المدون يصعب عليك تضبط حركاته، لأن بعض المدونين معروفين بأسمائهم وبصورهم وبشخصياتهم، حتى أنه قاعد يعبر هو عن موقفه قاعد دون أنها هكذا عد مثلا
هذا بالنسبه للمدونه تعود كاع عنه ملاحظه عليه باللي هو مارس دوره ولا كشخص كمواطن عادي هو كمدون ما هو صحفي مدون ما هو صحفي ولا نظام ما تسير منظمه منظمه الاخلاق ما تسير تعود وله عام راهو خالي من المدونين اللي مثالي واللي ماشي مع خطه واضحه له وصفحاته نزيهه فيها لا مثلا الاخبار الطيبه ولا فيها شيء مثلا يمس من يفرغ من المجتمع والله هذا بالنسبه للمدون بعض المدونين انا ما يهمني دور عامه انا كل مدون مثلا قاعد لكن كل مدون متحرر بينما الصحفي له ضوابط وله 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 خفض من حريته ذيك الضوابط لا صالح حريته لان الصحفي هو مراه مجتمع ما هو كيف مدون مدون الاف وملايين ولا يقدر ينحصر انما الصحفي يحمي رساله ومضبوط ومعروف مكانه اما جريده واما موقع واما قناه اذاعيه ولا تلفزيونيه بالتالي لين يقول شيء يلا عاد يعرف انه له حسابه جيد اذا استاذ محمد سالم هل الخبر هو اساسه وراسه عمل الصحفيين وكيف ينبغي ان يتعامل الصحفي مع الخبر جيد طبعا كما قلت سابقا الصحافة هي بالدرجة الأولى عملية إخبار تقوم على الإخبار بالدرجة الأولى وبالتالي على الصحفي إذا ما أراد أن يقدم خبرا أن يتأكد من دقة هذا الخبر ومن صحته ومصدره حتى تكون الخبر مصداقية وحتى يعني يمكن ذلك مستقبلا أن يكون لهذا الصحفي أيضا مقدم هذا الخبر مصداقية هو الآخر وبالتالي هذا معروف أريد أن أعود قليلا إلى الوراء لأتحدث عن من هو المدون يجب أن نعرف المدون أعتقد أن المدون هو منتج مجموعة من الآراء ومن الأفكار بغض النظر عن طبيعة هذه الآراء وبغض النظر أيضا عما يستهدفه من خلال عملية النشر هذه وبالطبع وهو يمتلك مساحة إلكترونية تمكنه من نشر آرائه وأخباره يعني وحتى يبعث من خلالها صوره ومجمل أنشطته وبالتالي إذا ما عرفنا هذا التبسيط تأكدنا من هذا التبسيط من هذا التعريف المبسط للمدون هذا يمكننا أيضا من أن نبعده كثيرا عن ممارسة الصحفي وبالتالي يجب أن لا تختلط الأوراق علينا ولا تختلط المصطلحات ولا حتى أن 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 أن, أن أن ندرك يعني الفروق الشاسعة ما بينهما ولكن للأسف نحن اليوم أصبحنا نعتمد على الوسائط على شبكات التواصل الاجتماعي في مجال الحصول على الأخبار في الوقت الذي مثلا يمرر لك مدون عبر صفحته الإلكترونية خبرا هو لا يمكن أن تميزه يعني لا بصورته ولا ب يعني مجهول يعني مجهول الهوية وبالتالي الخبر هنا مجهول البصدر لكنه رغم هذا وذاك يتم تداوله بشكل واسع وحتى أنه يتم استغلاله في بعض الأحايين من طرف بعض المواقع الإلكترونية ويتم أيضا التعاطي معه وكأنه خبر يعني يستحق وأستاذ محمد سالم هل من الوارد أن نطالب المدونة بأن يكون مهنيا في ما ينشر ليس من الوارد أن نطالب المدونة بأن يكون مهنيا ولكن من الوارد أن نطالب الصحفية بأن يكون مهنيا نسمع رأيكم أستاذ في النقطة جيد لا أضيف كثير على ما قاله العمي لكن مثلا لا أريد أن يوضع المدون في خانة الاتهام دائما بمعنى أنه شخص مجهول أو غير معروف واسم مستعار صورة مستعارة أتحدث عن المدون الحقيقي المدون النشط المدون الذي يقف في وجه الظلم المدون الذي رفع الشعارات التي تنادي بالحقوق الطبيعية للإنسان في وطن العربي من غير ومن بدأ بالتغيير ومن بدأ بإثارة القضايا التي تهم هذه الأمة هم المدونون بالعودة إلى السنوات القليلة هناك حركة تدوينية رائعة في الوطن العربي هي التي عرفت بالحراك الذي قام في عدة مناطق من هذا الوطن هناك على المستوى الوطني هناك مدونون رائعون مدونون يتتبعون بعين فاحصة وبعين رقابية عثرات العمل الذي
الذي لا يقام به بشكل جيد، بمعنى أنه لو مثلا تابعنا الصفحات الاجتماعية في موريتانيا هناك حملات أسبوعية ويومية ووقفات أبطالها مدونون، هناك شباب وقفوا مع القضايا العادلة في هذا المجتمع، بمعنى أن يجب أن لا نضع استفهام أمام من هو المدون وهل يمكن أن يكون لا مصداقية في الوقت الذي لا يمكن أن يتابع. أنا قد عد الموقع اليوم في موريتانيا نعود شورج وزر الهواي، أنا ما قد تابعني الهابا، ما قد تابعني أي سلطة رقابية أو قضائية في هذا البلد، معناها قضية الرقابة وقضية المصداقية تعني الشخص اللي يقوم به. بالعودة بسؤالك، أنا قد نقول إن المصداقية مطلوبة في الاثنين، معناه شو؟ معناه إن الصحفي بلا مصداقية ما هو صحفي، ما تنطق عليه ذي الصفة، وأي مدون. لكن هل يكتسي التدوين نفس المصداقية التي تكتسيها الصحافة؟ المصداقية هون شن هي القوة اللي تعطي المصداقية؟ هي ما هي قوة قانونية، هي لا صفة. صحفي رجال أصبح صحفي وكون وعاد صحفي عاد يوخر شي من الأخبار، واحد أخر مدون معناها أنه نذر نفسه من أجل تتبع ومتابعة مشهد معين، مثلا ثم تدوين سياسي، ثم تدوين اجتماعي، ثم مثلا هناك تجربة جيدة في موريتانيا قضية الوقوف في وجه الأدوية الفاسدة والأغذية الفاسدة، هذه أبطالها مدونون ما مرطنا نعرفوا كانوا عندهم 18 سنة، كانوا عندهم سوابق عدلية، المهم أن ثم فعل وأثر إيجابي، أبطالوا أشخاص تابعوا ذلك، نحس الإنسان اللي ما هو جيد اللي يقدم على إدخال مادة منتهية الصلاحية والله يبيع دون مزور، إن ثم وراه مدة له يتم تالبته لين يوقف عنه ذا العمل الخاطئ. جيد. هل يعني أستاذ شيخنا، هل استطاع التدوين أن يحقق ما لم تحققه الصحافة؟ أنا اللي نقول لك في أخبار المدون أن احنا حلقتنا هذه ما نهاجمين هجوم شرس على المدون، لا هي قاع ما فيه هجوم المدون لا نقول لك أن المدون خارجين مدونين فعلا غيروا أحكام بفعل التدوين، والتدوين لهم اللي إيجابية وفقط لا الحديث عن واقع الصحافة ظل التدوين. أنا أقول لك إيجابيات التدوين أنه زاد ما هو لا كل شيء كامل التدوين فاسد، أن التدوين فيه شيء إيجابي حتى ويغير المصلحة المجتمع. وقع حتى احنا ما فتنا قاعد تحدثنا عن سلبيات ذكية في التدوين، احنا سلبيات قلنا على قضية أنه ما هو معلوم، ما معروف انه عنده صوره مغلوطه والله اسم مستعار. طبعا الاسم المستعار نعم موجود في الصحافه عندي، انه في الكتابات قاع الادبيه موجود الاسماء المستعاره ما هي شطاري. اي ما هي شطاري. المهم بعد ان المدونين يقدوا دارك حاله تجمع منهم الالاف، هم كلهم يعدوا في دوله، معناها يعدلوا مجموعه سريه ويجمعوا ويخطوا المردر، هم ما في واحد قاعد في دوله واحده، فهمت؟ بالتالي هذا جيد واكثر سرعه من الصحفي، مازال مثلا اللي اما باتصال هاتفي والله لا بد من يحرر خبر ولا كذا، هو اكثر هما تماسك وارتباط من الصحفي. الخبر عندي لنرجع لموضوع الخبر قبيل، انه يسعى عندي لاناره المتلقي بحيثياته، هو الهدف من الخبر، الخبر الشاذ والخبر الحقيقي، لكن يسعى لاناره المتلقي بحيثياته دون تحيز يؤثر في مصداقية الخبر. هذا هو عندي والخبر. إني نعود فيه رواية ملفوفة فيها لكن تفقد قيمة الخبر. الخبر عندي لا ذاك اللي ما هو متحيز وانتقال، مثلا حد جبر كاس متدفق يقول الدفق غير كاس فقط، ما نقول الدفق غير كاس وبقى نصين هو ما دقدق، فهمت؟ هذا من الخبر. شو من الناس يعطي خبر يعود بدل اللي يوصل الخبر يوصله برسالة ما هي حقيقة الخبر، هذا الخبر يلا عود مجرد من يكون مغلفا. جيد. جيد. هون لا نسول محمد سالم، هذا انتم تحدثتوا عن الخبر، استاذ محمد سالم هون لا يسولكم شنو الفرق لعدم حد فاصل بين الخبر والتعليق. التعليق حر كما يقال والخبر مقدس، هذه قاعدة معروفة. لكن كيف نميز الخبر من التعليق؟ على كل حال الخبر معروفة قواعده والطرق التي
يؤسس عليها، والتعليق هو أقرب إلى وجهة النظر وإلى الرأي، وبالتالي هناك فرق ما بين الاثنان. الخبر يجب أن يقدم كخبر، أما الرأي فيمكن أن يعبر عنه من خلال يعني مقالات، ومن خلال زوايا، ومن خلال يعني نمط آخر معروف من الممارسة الإعلامية. لا أريد أن أعود قليلا إلى زميلي، يقول له أنا على العكس، أنا من اكتشفوا عبر يعني هذه المدونات وعبر يعني هذا الفضاء العنكبوتي المفتوح أو ما يعرف وأصبح يعرف بشبكات التواصل الاجتماعي أو الفيسبوك، اكتشفت العالم الافتراضي. هذا العالم الافتراضي اكتشفت أهميته الكبيرة عندما دخلته خلال سنتين ماضيتين، واكتشفت قوة تأثيره على الرأي العام إذا ما كان هذا المقدم الذي أو هذا المدون الذي يكتب يتناول القضايا يعني يهتم بها الرأي العام، رغم تشعبي وتعددي ونمطية المستخدمين لهذا الفضاء المفتوح، من بينهم طبعا المثقف، ومن بينهم الكاتب، ومن بينهم السياسي المهتم، وكذلك من بينهم من يبحثون عن يعني نمط آخر من الاهتمام. ولكن رغم هذا وذاك هذا الفضاء أصبح له تأثير قوي، لأنه أصبح يسقط أنظمة، أصبح يحرض على مواضيع معينة سواء كان في إطارها الإيجابي أو في إطارها السلبي. أصبح الجميع الآن، كنا في الماضي نركز على وسائل الإعلام التقليدية، اليوم أصبح حديثنا يعني اليوم هل تجاوزنا وسائل الإعلام التقليدية؟ طبعا نحن اليوم بفعل هذه التقارب، نحن الآن وكل وسائل كما قلت لك سابقا لا يمكن لأي وسيط إعلامي أن يلقي وسيطا إعلامي، لكن هذا تعريف تقليدي. لكن نحن اليوم كل هذه وسائل الإعلام الآن، خصوصا بعد يعني من طرف شرائح معينة من فئات معينة عمرية معينة، أصبحت متجاوزة. الكل يريد أن يتواصل مع هذا العالم من خلال هذا الهاتف الذكي، ومن خلال هذا الكمبيوتر، ومن خلال هذه الأدوات يعني المصاحبة لهذه التقنية الجديدة، وبالتالي سرعة يعني النفاذ وأيضا قدرة التأثير وسرعة التأثير مكنت الجميع أن يرتبط بهذه. وبالتالي أريد أن أؤكد له أن هذا الفضاء وهؤلاء المدونين الذين شغلوا هذا الفضاء أنهم في الحقيقة ساهموا بشكل كبير في إحداث الكثير من التغيير، رغم سلبياته ورغم أيضا ما ينشر فيه ما يفتقد إلى الكثير من المصداقية، ولكن رغم هذا وذاك هناك مدونون، وهناك يعني مدونون مؤثرون ويهتموا بالشأن العام، وبالتالي ساهموا بشكل أو بآخر بتنمية الرأي العام وبطرح القضايا التي تهم الرأي العام. وأعتقد أن الكل اليوم سواء كان كبيرا أو صغيرا، موظفا أو عاطلا، الكل اليوم أصبح يتواصل من خلال هذا الفضاء المفتوح، وبالتالي أصبح حضوره قويا، وأصبح تأثيره أقوى، وأصبحت المواضيع التي يتناولها مواضيع يعني حديثة للجميع. ولا شك أن دوره في هذه الثورات، رغم تقييمنا لهذه الثورات يعني سواء كانت ربما نختلف في التقييم، يعني هناك من يقول على كل حال كان له تأثير في عملية يعني التحرير، وفي عملية يعني طرح القضايا الكبرى. ولا شك أنه تأثيره أصبح يعني ملموسا لدى الجميع، ولا شك أنه ظن هذا عملية التأثير هي يعني مستمرة إلى الأمام. جيد. وبالتالي على الجميع أن يستوعب ذلك وأن يفهمه وأن يتعاطى بشكل إيجابي مع ما يكتب فيه وينشر. أستاذ قريني، هل يمكن أن يكون العالم الافتراضي بديلا لوسائل الإعلام التقليدية؟ جيد. يمكن أن نطرح السؤال بشكل مغاير، هل يمكن أن نفترض أن العالم بالطريقة لأن نطرحه عن طريق أخرى؟ مهمتكم هي طرح الأسئلة جميعا. السؤال لا كيف تلقى لك حد كان يقد الواقع الافتراضي كان يقد يعوض بالواقع الحقيقي. الواقع الافتراضي جزء من الواقع الحقيقي إن صح التعبير، إلا أنه أصبح جزء أكثر حقيقية أحيانا، أكثر واقعية، والله واقعية من المعاش. بمعنى أن اليوم الإنسان المتمدن، الإنسان الحضاري وقع قدعه تأثير ذو شبكات التواصل الاجتماعي، ما هو بذاك من القوة في مجتمع كيت مجتمع نحن.
لأن في الأخير دولة من العالم الثالث والأمية فينا مرتفعة ومن درى كم من حد عند القدرة للنفاذ لهذا العالم، إلا أن في العالم المتقدم العالم سير طريق النمو وشرائح كبيرة من المجتمع الموريتاني متعلمة لنقل. أول عمل يقوم به شخص في المدينة كيف نواكشوط ولا نواذيبو أنه لا ينفذ المواقع الأخبار يعرف ذا العالم اللي هو جزء منه شطرة فيه. بمعنى أن فكرة أن يعود العالم الافتراضي بديل عن الواقع ما هي مطروحة بالحاء حتى، بما يقال نقدر نقول أنه جزء كبير من هذا الواقع وأنه جزء مؤثر وجزء فعال وجزء نتأثر به، نتأثر بالخبر عندما يبث، نتأثر بالتدوينة، نتأثر بقوتها، نتأثر بالشحنة اللي تحمل، يسوى شنهية، يسوى سياسية، يسوى اجتماعية، يسوى اقتصادية. نرجع ونقول أن الحديث يتسع عن التدوين اليوم في العالم، العالم ككل، ونحن لا جزء من العالم، وأصبح ذا متتبعين كبار المدونين، عندنا مدون يتابعوه 5000 شخص وعندنا موقع يخرصوا 100 ريال، معناها أن قوة المدون أصبحت أحيانا تضاهي قوة أكبر مؤسسة إعلامية في البلد. عندنا أخبار مهمة في السنوات الأخيرة السنتين التاليات الثلاثة جبرناهم عن طريق تدوينات، ذا صور نادرة يلجأ الصحفي في الموقع ليقبل الصورة من 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 صفحة مدون. بالعودة للوفاة الأديب الموريتاني الكبير محمد عبدي رحمه الله، أول اللي أعلنها أصدقاء له على فيسبوك اللي في الإمارات واللي هون اللي أعلن بها عاد المواقع يقبض عنده، معناها أن المدون أصبح يحتل مكانة كبيرة في عالم الإخبار وفي عالم التواصل الاجتماعي اللي أصبح هو بدو يفرض نفسه في الحياة المعاصرة. جيد، ما دام يفرض نفسه بالحاح الأستاذ شيخنا، كيف يمكن أن نتعامل مع والله زاد، هل بات الصحفي يعني مجبرا على التصالح مع المدون؟ زين، المدون لا علاقة تربطه بالصحفي، يعود لابد أن يخلق تصالح بيناتهم. إلا أن المدونين كي قال قريني خاصة في موريتاني رسالتهم والله الناس اللي تتقبلهم نسبتها قليلة، لأن أغلبية مناطق موريتانية ما فيها قاعد مواقع ولا فيها اتصالات ولا فيها أي شيء وسيلة توصل لهم مثلا هذا الخبر، بالتالي مازال حتى الآن نشاطهم ما عالم به ما هي ذلة قليلة من الناس. المدون كي قلت لكم بداية الحلقة ما عنده علاقة بالصحفي، ياك يعود عدل معها تصالح، هما تربطهم قضية الخبر، يقال شكل الخبر عندهم هو واحد، ما في مواقع الله لك عنه يفرضهم على التلاقي، ما يقدر يخلق بلاتهم تلاقي لأنه كل استفاد واحد منهم من الآخر. هذا هو اللي قاله، هو اللي قال لك قريني صحيح. أنا سمعتك انطلاقا من كلام قريني. الصحفي يستفيد من 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 المدون لأنه ينقل له أخبار عاجلة وصور نادرة وأمور شخصية تعنيه هو، وكان هو يسوي عنها صحفي يقعد يدورها في تقرير ويدورها رواية، ما يجبرها في بلد، يجبرها في صفحة هذا المدون. وبالتالي المدون والصحفي بيناتهم علاقة تكاملي، عمل تكاملي فيما بينهم، إلا أنهم يختلفوا من قد واحد، قلت لك أنهم واحد منهم مراقب ومتابع ومعروف، واحد متحرر ما يقدر حد يعرفه توفه فضاء إعلامي كبير. إلا أنه هو زاد العالم الافتراضي على الرغم من علاته كاملين، عند الإجازات عملاقة في العالم، معناها خارجين شخصيات كنت ما تقدر تراهم، ما هو بتكلفة كبيرة من الهاتف، أنت قلت تشاتي معهم بالفيسبوك ما كلفك، ما هو أقل 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 تكلفة، وتقدر تمشي له رسالة دوكيما موضوع كبير، معناها قد تستخدم الجامعة تمشي موضوع كبير لطالب في موريتانيا وهي شهر أبعد حد منه، بينما كانت لابد من الفاكس، لابد من الاتصال عبر الهاتف، ومكلف العالم اللي هو ذا شيء أقل تكلفة. وبالتالي كان المدون وكان التدوين
أهلا لهذه المرحلة. جيد. إذن أستاذ أحمد سالم الده، هل يمكن أن نضيف إلى مصادر الأخبار التقليدية مصدر التدوين كمصدر؟ على كل حال كما قال الزملاء، الصحفي أصبح بالفعل يستفيد كثيرا من المدون كما قالوا، من خلال بعض الصور وحتى من خلال بعض الأخبار، إن علم هذا المدون، يعني إن تم تقييمه يعني بشكل ربما يكون مصدر ثقة، وبالتالي يمكن أن يستفاد مما ينشر سواء كان إخبارا أو رأيا وغير ذلك. وبالتالي بالحقيقة أصبح يعني الصحفيون يعتمدون كثيرا على المدونين في هذا المجال، وبالتالي يمكن أن نقول أن المدون فرض نفسه على عملية التعاطي، يعني عملية على العملية الإخبارية، وبالتالي أصبح يعني جزءا أو يمكن أن يعتبر مصدرا، ولكن بحذر شديد، لأنه كما قال لك يمكن أن يزودك بصورة بشكل سريع، يمكن أن يزودك ب يعني رأس مثلا مرد خبر معين، وبالتالي مثلا يقول لك الآن حصل كذا، وبالتالي أنت تبدأ تبحث منها، وبالتالي يمكنه كذلك من عملية بحث، وبالتالي حتى تصل إلى المخبر إلى الخبر، وبالتالي تستفيد من هذا الخبر في عملية النشر. ولا شك أن المدونات اليوم طبعا نحن مجتمع قدرته الاقتصادية والاجتماعية قد لا تمكن الكثير يعني من ساكنه من الاستفادة من هذا التواصل الاجتماعي عبر الفضاء المفتوح، ولكن أعتقد أن يعني كل المتعلمين يعني حتى هذا الجيل يعني جيل الشباب المعاصر أصبح يعني يركز كثيرا على هذه. جيد. الوقت هو سأخذ من كل منكم تقريبا في أقل من دقيقة مستقبل الصحافة في ظل التدوين. لكل حال مستقبل الصحافة في ظل التدوين هو مستقبل يستدعي الكثير من التأمل، ويستدعي الكثير من الاستعداد لنقلة في الممارسة الإعلامية قد لا تكون تقليدية. جيد. قريني. مستقبل الصحافة في ظل التدوين مستقبل واعد، مستقبل يحفز الصحفي على الإتيان بالجديد، لأنه في منافسة شديدة، وفم أدوات غير تقليدية أطرات على اللعبة، ويارت يعود أهلا لهذا التحدي. برأيك هل سيستفيد الإعلام من هذه العوامل أم تقضي عليه؟ طبعا الصحافة يعني لنتذكر دائما أن المدون، الأدوات التي يستخدم المدون هي نفس الأدوات التي يستخدم الصحفي. المدون يمكن أن يكون خيط لخبر جيد بالنسبة للصحفي، يكون بداية استقصاء رائع إذا اتبع الصحفي بحسه الصحفي العادي أن هذه التدوينة تستحق أن تتابع من أجل أن يستفاد منها. جيد. أستاذ شيخنا، مستقبل الصحافة في ظل التدوين. مستقبل الصحافة إن يلا الصحفي يتخذ الحذر من سلبيات التدوين. من أهم ذيك سلبيات التدوين أن الشخص المدون قد يعطيك صورة اللي ينقاله فوتوشوب ومغايرة من تحت صورة شخص من فوق صورة شخص آخر، ويحملها مثلا الشخص المتلقي البسيط اللي ما عنده مستوى معرفي كبير، يشك انه نفس الشخص ويكتب تحته انه فلان، ويقعد ما عنده به علاقة، يقعد صورة شخص، ومن الأسفل صورة ثانية، معناها يلا الصحفي يتخذ الحذر مما ينشر في التدوين. إذن إلى هنا أيها السادة المشاهدون ترسو سفينة حلقة الليلة من نادي الصحافة، بعد أن مخرت عبابة بحري واقع الصحافة في ظل التدوين. أشكر لكم كرم المتابعة، وأشكر ضيوفي على البلاتو السيد محمد سالم الداه مدير المركز العربي الإفريقي للإعلام، والكاتب الصحفي قريني والمينوه رئيس تحرير موقع قبس، والأستاذ شيخنا والناتي رئيس تحرير موقع الساحة. شكرا جزيلا، وفي انتظار تجدد لقائنا إليكم تحياتنا.